السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة واي ستريم تيم. كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله أنكم طيبين. طيب بتكلم اليوم عن بتكلم الحين عن شو اسمه عن اللعيبة الجدد اللي سبق وذكرتهم اليوم في فيديو الآخر. طبعا بتكلم عن طريقة تطويرهم، لأنك طبعا تقدر تطورهم، بس أنا ما ذكرتها بالفيديو الماضي، حبيت إني أخليها فيديو كامل الحالة يمكن يكون أفضل، يكون خاص ب يعني حديثنا عن لعيبة الساموراي القديمين 2017 و2018. حرفيا بس واحد 2018 اللي هو تسوباسا، الباقي كلهم 2017. طيب زي ما تشوفون أنا فزت في مباراة واحدة من مبارياتهم اللي هنا. المباراة هذه شو اسمها أعطتني خمسة بطاقات من ماتسياما، تمام؟ لأن كل التطوير للبطاقة تقوي البطاقة، يعني يمديك تطور بطاقة اليو آر تقريبا مرتين، نتأكد، لأن كل ما تطور بطاقة كل ما تزيد قوة المهارة الخاصة حقت اللاعب. هاجة في هايكارو ماتسياما، تمام؟ البطاقة الرئيسية حقته اللي عندنا اللي هي هذه الحمراء يتطور إلى يو آر مرتين ثلاثة أربع مرات. طيب بداية الاس آر تكون مهارة الخاصة حقته، ما عنده مهارة خاصة، تمام؟ بالنسبة لليو آر أول ما تطور إلى يو آر راح تصير مهارة خاصة حقته أنها تزيد جميع طاقات الحركات حقته 10%، تزيد طاقة هذه 10%، تمام؟ إذا طورتها آخر تطوير راح تزيد جميع طاقات الحركات كم؟ تزيد 50%، معناتها 270 راح تكون، هنشوف 270 قوتها راح تكون 405، تمام؟ فبتصير يعني مره قويه. فهذا اللاعب هذا ينفع لي، سبق ذكرت ان اللاعب هذا ينفع لي الدوريات اللي تكون ضعيفه، يعني 300000 او 400000 الى حتى 600000، تماما. لان شلون؟ لان خلينا نقول ان عندك مثلا 270 اللي هذه المراوغه عنده 4700، تماما، يعني فرضا، انا طبعا ما عندي الحسبه الصحيحه حقتها، فرضا ان نقول ان 405 هذه بعد ما حطينا 50% حقت الباسيف، مجموع الدرب حقه يمكن يكون تقريبا 7000 شوي، تقريبا 7000 شوي 6000 شوي حول هذا يعطيك، يقول لك ان اللاعب مره قوي، عرفت شلون؟ فهذا يخليك انك تقدر تحط لاعب مثلا طاقته ضعيفه، مثلا يخلي فريقك مثلا 400، وخلقه مثلا اذا كانت قوه الدوري 600000 راح يخلي مثلا فريقك مع ماتسياما مثلا 520000 مثلا، تماما. فهذا يعطيك فرصه انك تحط لاعب اقوى بكثير، طاقته مره خرافيه في الملعب، راح يؤدي بشكل مره كبير. لان شلون؟ لان ال يعني اللاعب ضعيف كطاقات هنا، بس كمجملا مع الحركه ومع الباسيف يكون كانك انا فريق قوته 600000 او حتى 600 وشوي الف بعد. فحلو انكم تحطون اللعيبه هذولي في تشكيلات الضعف، وعطوهم حركات اس اللي عندكم كروت زايده، حركات اس تسمي 10، اي حركات اس لا، عطوهم حركات اس اذا كنتوا تشوفون اذا انت راح تلعبونهم. بس قبل لا تلعبونهم تاكدوا من يعني ادخلوا مثلا مباراة عادية بسيطة، شوفوا فعليا قوة اللاعب هذا. يعني يعطيكم مثال نيتا عنده بعد كرت، عنده باس فالكون باس، ويزود الفالكون باس 100%، يعني ترى جبارة 100%. وين اتوقع ان هذا هو هذا السكيل 40%. عشان نيتا كان كمان يتطور ما شاء الله، الله لو انه وش سنة تقدر تطور فيه كم يزيد، شوفوا 100%، تماما. الباس هذا يصير 100%، يعني 295 كم بتكون؟ 295 راح تكون 500 تقريبا، ايه تقريبا 500، دقيقة بس ما اظن غلط في الحسبة، تقريبا 580 تقريبا 590 تقريبا حول فبتصير يعني حرفيا ما حد يقدر يوقف المناوله حقتها في هذا الدوري، مستحيل. الباس حتى بس حق 4500، يعني مع ال 587 المومنتم حقت فالكون باس
ممكن باس يوصل تقريبا اتوقع 8000 تقريبا حول فمفيدين اللعيبه هذول حقين الساموراي انكم تجمعونهم وتطورون فيهم. الكويس انه يعطوكم 5 كروت لكل مباراه معناته 10 كروت كل يوم للاعب. وعشان تطور اللاعب تحتاج والله ما ادري كم تحتاج صراحه لاني ما قد طورت ولا واحد منهم. خلنا نطور ماتسياما على السريع. تعال ماتسياما تعال يا ماتسياما تعال. طيب ماتسياما ليفل 80 يحتاج عشان يتطور احمر فنعطيه يا اخي نتخلص من ذولي. اعطنا اس ار ما في اس ار زياده خلاص شيل مدير شيل مدير شيل مدير. طيب هنطور معكم واحد ونشوف بالضبط كم يحتاج الكارت علشان يتطور. اتوقع اول تطوير يمكن 5 أو 6 كروت عشان يتطور يعني تقريبا مباراه واحده مباراه طورت تطويره كامله تقريبا. خلينا نشوف ايفولوشن الى يو ار تمام. هذا طبعا الحاله يطول يو ار بعدين لازم كروت اخرى يو ار علشان تطور فيه. طيب خلينا نعطيه مره ثانيه ليفل 99 ونحاول نطوره مره ثانيه. يو ار يو ار يو ار يو ار يو ار ويو ار الزرقه. لا 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 ما نبي فيديوهات متعود على طول طق فيديو على طول متعودين. طيب خلينا نشوف تمام. فالان ماتسياما شوف ال 99 كامل ولكن تقدر تاخذه يعني one step further لا few steps further طبعا. شوف الحين كم قوته 10% فقط تماما. هو الحين هذا اول نسخه له 10% اول نسخه يعني يو ار مطوره. فنروح الى الايفولوشن اللي هو التطوير وبعدين نروح الى هيكارو ماتسياما هو احمر فنسوي له سيرش احمر يو ار واتوقع هو دي ام ولا دي اف نسيت والله هو دي اف. طيب شوف شلون يحتاج 8 يعني تحتاج 8 كروت شو اسمه اس اس ار لماتسياما علشان يتطور. نشوف هيك قد تسوي هيك ماتسياما. طيب هذا فاير هذا كان البنر القديم حقه تمام. فتحتاجون 7 نسخ منه علشان تطورونه. يقول لك تحتاج وحده يو ار و 8 نسخ مين سبيشال سكيل ليفل 8. دقيقه معلش نعم هو صحيح انك تحتاجون 7 كروت مو 8 7 كروت. تسوون انهانس للمين سكيل. اين انت يا ماتسياما؟ ماتسياما الاس اس ار تماما. تروح ماتسياما الاس اس ار و سموث بول كيبينج طق طق. لا هذا نبي اليو ار تماما. حتى ترى مو بشرط انكم شو اسمه انكم تطورون بنفس الكارت يعني ممكن تستخدمون كروت الاس ار علشان تطورونه. يعني المهم انك يكون عندك كارت واحد اس اس ار فيه ليفل 8 تماما. فيه ليفل 8 مين سكيل علشان يمديكم تطورون ياخذ يروح الى التطويره اللي بعدها ايفولوشن. راح بعد ما طورناها الى ليفل 4 شوفوا صار ليفل 4 فبيحتاج ليفل 8 علشان يتطور تطويره واحده. معناته انه اذا تطور مثلا تطويره واحده بيقول لك اليو ار بيحتاج مثلا ليفل 10 اللي هو 8 ثانيه عشان تطوره. فممكن شو تسوي يعني انا عندي الحين حركه حلوه. طيب الحركه ما هي الحركه؟ انك نشوف كم تحتاج كارت علشان تطور ماتسياما اليو ار تمام. انا نشوف طبعا هذه فكره انا على فكره هذه فكره مش مجربه ها فكره مش مجربه. اللي عنده القدره انه يجربها انا ما عندي صراحه كروت اس ار على الجنب اني احطها فيه. اللي عنده كروت اس ار ما يبي يعني يستعملها بيجرب الحركه هذه جربوها لان اتوقع انها بتكون مره مفيده وتستغل وقتك وتستغل الحركات اليوميه اللي تطورها او اللي تلعب فيها في الايفنت الجديد. نروح لهيكارو ماتسياما تماما. لنفرض ان خلينا نشوف ماتسياما هذه بنسميها يو ار تمام. يحتاج 1 2 3 يحتاج 3 تطويرات معناته يحتاج 3 كروت
كل كارت ليفل 8 من سكيل او اكثر. ما ادري صح اللي بعدها لان انا ما قد طورتها، ولكن اللي عنده قدره انه يجربها الان ولكن يعني نشكر له ويحط اللي طلع وياه او الريزلت اللي طلع فيها في الكومنتس. نقول مثلا انك تخيل انك تلعب كل يوم لمرحله متسيامه، تجيب 5 كروت 5 كروت 5 كروت 5 كروت، تقدر تطور فيه تطور فيه تطور فيه تطور فيه وتضيع كل يوم مباراتين مباراتين، وش اسمه نهايه المسيره طورت بس متسيامه ونيتا مثلا وسودا مثلا ثلاث اشخاص بس. افرض انك طيب جمعت 1 2 3 4 5، جمعت 5 كروت، طيب كارت واحد طورته الى يو ار تماما، والثلاث كروت الباقيه ما تطور نفسها، يعني ما تقدر تلعب المباراه نفسها وتقدر تطور في الكرت، لا العب الكرت الثانيه. حيش يصير في الكرت هذه تطور فقط الحركه الرئيسيه حقته المين سكيل، لان عشان تطور من اليو ار الى اليو ار الثاني تحتاج فقط نفس الكرت فيه ليفل 8 سكيل. فليفل 8 سكيل معناته فقط عطى كور اس ار بس الى ليفل 8 بعدين طوره. طبعا اذا عندك قدره انك تخسر على كور اس ار اذا مره تبي يعني اللاعب، ولا يعني ولا قاعد يلعب المباريات حقته وطور فيه على حسب الاحتياج لك. يعني مثلا اعطيك مثلا اشوف مثلا سودا، اتوقع سودا مسكين، والله انه سودا مسكين، والله انه ما منه فائده حاليا في اللعبه كلها بالنسبه لي، انا ما اشوف انه له فائده تماما. كروت يعني كلها للاسف ما هي ذاك الكروت القويه، يمكن هذا الاحمر ها مشي الحال. طيب اين انت ايها شوف هذا مثلا سودا يطور بس مره واحده، فما يحتاج انك كل شيء تقعد تلعب فيه وتطور فيه، يعني فقط تجيب حركة الريزر سكال حقتها وانتهينا. يعني ها مين بعد فيه كان؟ مين كان فيه بعد؟ كان فيه نيتا، لا نيتا ما شاء الله يبيلك كثير والله علشان تقعد تطور فيه. نيتا يبيلك مرة كثير. هذا اس ار، طيب يو ار 1 2 3 4 يعني كم وصلنا هنا؟ 4 4 5 6 7 8 كروت تحتاج. تحتاج 8 كروت كل واحدة يمكن ليفل 8 عشان تقعد تطور فيه، لأن صراحة ترى كرت قوي، يعني عندك 100% لحركات الباص هذه، ما هذا شيء يعني مرة قوي صراحة، يعني حرفيا تحطه على الجنب ويرفع ويناول وما حد يقدر ياخذ الكورة منه. طيب هذا بس الفكره على التطويرات. شوف اللعيبه اللي فعلا تحتاجونهم، مثلا كازو وماسو ما اتوقع انكم تحتاجون تطورونهم، يعني شوف شلون كازو وماسو بس يطورون مره واحده، هذا شوف الكارت حقه فما يحتاج انك حتى تطور فيه، ما يستاهل. فيعني خلي الشغل كله على ماتسياما وعلى شو اسمه على نيتا، لان اللعيبه البقيه العب بس مباراه مره واحده عشان تاخذ الدريم بول وتاخذ حركاتهم فقط عشان تعطيها للاعب المناسب اللي يحتاجها. خلينا نشوف صراحة نسيت مين باقي زيادة. ماتسياما عندك، اوكي عندك اوي يتطور اتذكر، عندك اوي وجيتو. خلينا نشوف اوي وجيتو على السريع. اين انت يا اوي؟ اين انت يا جيتو؟ طبعا اوي اللي عنده جليتش يفضل جليتش طبعا كالعادة، الجليتش يفضل على كل شيء في الدنيا. جليتش يفضل على كل شيء في الدنيا. طيب شوف جيتو، عندنا جيتو وعندنا اوي. جيتو اتوقع تطويره واحده بس ما يتطور اكثر من كذا. نعم تطويره واحده بس ما يحتاج اكثر من كذا. وعندنا بعد المحارب الشمس، تعال اتذكر يتطور اكثر من مره. اي نعم يتطور، لا والله يتطور بواحده فقط. النسخه الخضراء هي كانت نسخة خضر ولا الحمر، الله ناسي. هذه 5% ستامينا داون، وهذه 5% ستامينا داون بعد. اول ستات 5% ما منها يعني فايدة كثير. وهنا اول ستات 10% تماما، طورتها 10%. مرة مهم والله، ودي اتأكد بصراحة ايش شوف هو ترى ممكن يفيدكم بحاجه واحده، انه ايش كواليفاير. هذه مره مهمه تشوفونها في اللعيبه الاخرين، انا اتوقع اغلبهم ايش كواليفاير، معناته انك تلعبهم في التشالنج رود اذا تحتاج لعيبه اسيويين، يعني من تصفيات اسيا، بيكون مره مهم هذولي، مره مهمين بيكونون. ف ورا في النسخه الحمراء والخضراء،
على العموم كذا كذا تطورهم فقط مره واحده. فعندنا حاليا ماتسياما ونيتا هم اللي فعلا تركز عليهم من تطورهم لاخر تطويره راح يكونوا مره مفيدين. الباقي ياخذهم بس مره واحده ومرتين على حسب احتياجك لحركاتهم وتطوير حركاتهم. خلص اتاكد بس اي نسخه لاوي الموجوده. يعني فقط العبوا مره واحده في كل في جميع الاحداث، تاخذون دريم بولز تاخذون حركاتهم، بعدين طوروا ماتسياما ونيتا كل يوم يلعبوهم، يعني حتى ما يحتاج تخسرون عليهم كور اس ار صراحه حتى تقدرون تطورون فيهم. الاخضر نسخه خضراء تجينا، نسخه خضراء اللي فيها فقط بوب ويف ديفنس وتراينجل باس. طبعا ما شفنا مهم النسخه هذه ابدا، لكن انك يعني تحرص عليها يعني تحط فريق اساسي، بس انها حلوه انك تلعب فيها طبعا لانها ايجا كواليفاير، فتلعب فيها في تشالنج رود اذا تحتاج لعيبه اسويين، او حتى في بعض المراحل الخاصه اللي مثلا حقت تطوير مهاره كامله اللي تحتاج فيها لعيبه اسويين بعد، يعني تصفيات اسيا. وهذا اول شيء شو اسمه هذا اول شيء. الحين عندنا شو اسمه اللي هو بالنسبه للفيديو اليوم حق هينو، غلطت في كم غلطه انا اسف بالنسبه لحركات هينو، ما ذكرتها وما ذكرت قوتها، بس عدلتها في الكومنتس، كتبت كومنت فيها تعديل، بس يظل رايي عن اللاعب نفسه ما تغير حتى مع تعديل قوه الحركات. طيب في ملاحظه هنا، واحد يعطيه العافيه مشعل من الديسكورد، الله يعطيك العافيه انك نبهتني على هذا الشيء، ما قريته بصراحه، يعني شو اسمه ما قريته، يعني على السريع طنشت التكست، وهذا يعطينا شيء ان لا نطنش التكست تماما، لازم نقرا كل شيء حبه حبه. هنا يقول لك ان ريوما هنا يقول لك التشانس حقته تكثر في من 19 الى 20، يعني ثلاث ايام 19 20 يومين يومين 19 20 يومين، و فيكتورينو يزداد نسبة ظهوره من يوم 21 الى يوم 23، عرفت شيء 22 23 معطين ريوما يومين ورامو فيكتورينو ثلاثة أيام تقريبا. لا تعتمدون على قتل عندي أو التواريخ اللي عندي، يمكن ناقص تاريخ يوم واحد لأن الساعة اللي عندي هنا ما هي بساعة صحيحة في الجهاز، ما هي بساعة السعودية صحيحة، فروحوا إلى التنبيهات عندكم في اللعبة حقتكم وشاهدوا التوقيت صح، وإذا اللي حاب يسحب على ريوما هنا وشوف التوقيت حقكم واسحبوا بين هذه الأوقات. طبعا وش معناته يعني أن نسبة ظهوره أكثر؟ هذه ليست نسبة ظهور الـ SSR على فكرة، نسبة ظهور الـ SSR هي نفسها ما تغيرت 3% تماما، نسبة الـ SSR 3%. الكلام أنه بعد ما تطق 3% ويجيك SSR هناك يكون في نسبة كبيرة أو نسبة أعلى، مو كبيرة نسبة أعلى، أنه يجيك هينو في الجسمة هينو في السحبات أو فيكتورينو في الأيام أو أوقات حقتها اللي ذكرت في هنا. ما تشوف شلون 3% ما تغيرت. لا أصبح هذا الأول، لا لا هذا التنبيه الخطأ، أول تنبيه يعني من اليوم، اليوم كم اليوم 14 توقع اليوم وبكرة نفس النسبة، فاللي حاب ريوما هنا أو فيكتورينو لا يسحب الآن، يسحب فقط في أوقات اللي هم يطلعون فيها بشكل كبير، اللي هم هنا من 19 إلى 20 ومن 21 إلى 23، الأوقات هنا موجودة تقريبا يوم واحد مشكلة أن الساعة اللي هنا مرة خطأ، فما ودي أعطيكم الأرقام أو المعلومات الخطأ في اللعبة. لنرى النسب، زي ما تشوفون النسبة قبل شوي كانت 0.42%، وشوفوا هنا برضو زي ما قلت لكم 3% SSR تماما، والثلاث في المية ضعيفة طبعا. شوف هنا هينو 56 0.56%، هينو 28، شلون؟ فنسبة هينو ظهورها أعلى إذا جاك SSR، وفي الأيام اللي بعدها راح تكون العكس، بتكون 56 لفيكتورينو و 28 لهينو، فحركة حلوة صراحة، يعني يعطونك على الأقل نسبة إنك تعرف وين اللعب، صح حركة مرة حلوة مرة حلوة.
افضل مثلا ابي لعب معين، ما ابي فيكتورين ابي ابي هنا، فخلاص اعتمد سحباتي كلها في وقت معين وانتهينا. سواء جاي اس اس ار في نسبه اكبر انها تطلع من اني اسحب عليهم كلهم. فهذه المعلومات اللي عندي. شكرا مشعل على المعلومه مره ثانيه، جزاكم الله خير كلكم، ونراكم ان شاء الله في حلقه قادمه بكره في البث ان شاء الله الساعه 4 العصر بتوقيت الرياض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.